قضية من أجل وقف الحساب، هذا خطأ وهو ضد المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا. بطبيعة الحال هذا ينزع حق كل أمريكي من أجل الإدلاء بصوته واختيار قادته. المسؤولون على العملية الانتخابية يقومون بواجبهم ويجب أن يسمح لهم ذلك دون إحراج ودون هجمات ودون أي تنمر، ويجب أن ندعم حريتنا وديمقراطيتنا، وكل أمر يعاكس هذا هو أمر مخزي ومعيب. سنواصل الدفاع عن حق المواطنين في الانتخاب بشكل حر في بنسلفانيا. دعوني أكون واضحا، في بنسلفانيا كل صوت سيعد، هذا ما سيحدث. سأكافح وأدافع بشراسة وبقوة حتى يتم هذا الأمر. سأمارس كل صلاحياتي حتى أحرص على أن يحسب كل صوت، لأنه في بنسلفانيا كل صوت له أهمية. شكرا جزيلا. والآن أعطي الكلمة لوزير خارجية بنسلفانيا الذي قام بجهد دؤوب من أجل أن تمر هذه الانتخابات بمرونة وبشكل غير مسبوق من حيث الكفاءة والجودة. تفضل. تفضلي بالأحرى. مرحبا بكم. شكرا جزيلا على حضوركم، وكان هذا اليوم يوما آخر جديدا جيدا في بنسلفانيا. أنا سنحت لي الفرصة للقاء العديد من الأشخاص الرائعين، ونحن قمنا بضخ الجهد والطاقة والصبر والانتباه إلى كل التفاصيل من أجل حرصي على مواصلة عد مئات الآلاف من الأصوات. حدث هناك تقدم رائع من قبل العاملين. وزارة خارجية بنسلفانيا تعمل إلى الآن، وأنا سأعود بعد هذا الخطاب وسنواصل عملنا حتى الليل من أجل إنهاء عمل حساب الأصوات. كما قلت، مئات الآلاف من الأصوات الأخرى ستعد هذه الليلة، ولذلك تابعوا موقعنا الإلكتروني لتعرفوا المستجدات. وبطبيعة الحال أعتقد أننا نقوم بما يلزم، الأمور تسير كما ينبغي، لكن نحن نتحدث عن بعض الوقت الذي نحتاجه قبل إعلان النتيجة النهائية. قبل أيام كان هناك تخليد الذكرى المئوية للتعديل، 18 لدستورنا. وبطبيعة الحال هناك حق للتصويت الذي أعطي للعديد من الفئات، ولذلك نحن نعتز بحق كل مواطن أمريكي في التصويت. وأعتقد أن هذه الأمور هي قيم يتشاركها كل الأمريكيين، ولذلك نحن فخورون بأن نكون في هذه الهيئة من حساب وتعداد كل الأصوات وكل صناديق الاقتراع. نحن في التعديل الدستوري 19 الذي خلدنا ذكره المئوية، هو طبعا شيء نعتز به، وهناك حقوق مدنية أخرى متوازية تحققت، لكن بعد تضحيات. ونعرف ونتذكر الرئيس جونسون كيف وقع ذلك القانون في 1965. ونحن نستحضر كل هذه المحطات ونقول إننا سنواصل المسيرة وسنتيح لكل مواطن وناخب أن يدلي بصوته، ويحق له أن يحسب صوته ويوصل إلى المسؤولين. سنواصل الدفاع والكفاء عن كل البنسلفانيين من أجل احتساب كل أصواتهم. شكرا جزيلا على حضوركم، ونحن مستعدون لتلقي الأسئلة. بالنسبة للقضية التي رفعتها حملة ترامب، هل من الممكن أن توقف عملية حساب الأصوات في بنسلفانيا؟ لا أعرف، لكنك إذا كنت تتحدث عن قضية رودي جولياني التي أثارها، أرى أن مسألة الشفافية والنزاهة هي موجودة. فيلادلفيا التي
يتحدثون عنها هي تقوم بعد الأصوات منذ البداية، وأعتقد أن عملية التصويت تبث مباشرة على الموقع الإلكتروني، لذلك أتساءل عن أي شفافية يتحدثون عنها.